نحكي اليوم عن المدن، عن مستقبل المدن. وزي ما سمعتوا من زملائي، من أهم الشغلات اللي بتميز المدينة وبتميزها عن المدن الثانية هو نظام النقل، نظام الطرق والمواصلات بشكل عام، الحركة داخل المدينة. عندنا بعمان زي ما بتعرفوا عندنا شبكة طرق واسعة وشوارع واسعة، توسعت وزاد عدد مسالبها، وما ضل عندنا تقاطع مع علي الجسر ونفاق الدوار. وهذا طبعاً نفس الوقت أدى لزيادة أزمة السير كلنا بنشوفها. طبعاً هاي الأرقام كمان تحكي نفس الشيء. 65% حسب آخر إحصائية، 65% من الأسر من العائلات داخل عمان تمتلك سيارة. هذا بعادل حوالي 165 سيارة لكل 1000 شخص. يمكن تحكوا هذا الرقم مش كبير، بس عم بيزداد من 10-15% بالسنة. وإذا ما عملنا إشي رح نوصل لحالة اختناق تام. طبعاً هاي نتيجة طبيعية، إذا ضلينا نوسع الطرق ونبني طرق وجسور وأنفاق ونسهل حركة السيارات رح تزداد، رح نسهل حركة السيارات رح يزداد عدد السيارات مع الوقت، ورح يزيد عنا أزمة السير. بحكوا بالإنجليزي if you build it they will come، كل ما نبني إشي جديد طريق جديد بيجوا عليه الناس. نقدر نشبه الموضوع كأنه عندنا ماسورة مي، بدنا ننقل مي من جهة لجهة، وبتزيد كمية المي، بتزيد حجم المي اللي بدنا نضخه، وبنضلنا نكبر الماسورة، بس نوصل لمرحلة ما بنقدر نكبر الماسورة أكثر من هيك. فلازم نفكر بطريقة كيف بدنا بنفس الماسورة نمشي أو نضخ كمية أكبر من المي بنفس الماسورة اللي عندنا. هذا المبدأ نقدر ننقله للطرق وللشوارع. ناخذ أي شارع بعمان أو بأي مدينة، إذا أخذنا مصرف واحد من هذا الشارع، لين واحد باتجاه واحد. إذا خلينا هذا المصرف للسيارات لحركة السير العادية، المصرف داخل المدينة باخذ 1500 سيارة بالساعة بالاتجاه الواحد. طلعوا حواليكم بعمان الصبح بفترة الصبح لما الناس تروح على شغلها، كل سيارة فيها شخص أو شخصين. فعنا على المصرف هذا 2250 شخص بالساعة بالاتجاه الواحد. بنفس هذا المصرف، نفس هاي الزفتة، نعمله مصرف للباصات، نستعمل باصات articulated كبيرة مزدوجة بيستعملوها كثير مدن. هذا الباص بوسع 120 راكب أو أكثر. إذا مشينا باص كل دقيقة ونص يكون عندنا 40 باص بالساعة، ننقل 4800 شخص بالساعة بالاتجاه الواحد. بنفس المصرف ممكن ننقل 2250 شخص إذا كان عندنا بس سيارات، 4800 شخص إذا عندنا باصات كبيرة. وهي الأرقام ممكن هاي حسبة سريعة، ممكن إذا كان قطار أو شيء ينقل عدد أكبر من الناس. وهي يمكن الصورة بتوضح أكثر هذا الموضوع. 60 واحد شو الحيز اللي باخذوه إذا كانوا كلهم بسيارات أو إذا كانوا بباص أو إذا كانوا على بسكليتات. واضح أن الوضع بعمان إحنا أي واحد من هذول، مدينة صديقة للسيارات وصممت للسيارات. حتى بهاي الصورة بتشوفوا الباص والكوست اللي موجودين بالصورة، فيهم يمكن عدد ناس لكل السيارات، بس لأنه إحنا مش عم نستغل هالماسورة بلا تشبيه، مش نستغل هالشارع بالطريقة الأمثل، عم بيصير عندنا هذا الوضع. هاي السيارة الباص والكوست اللي فيهم عدد ناس يمكن أكبر من كل عدد الناس اللي بالسيارات، زيهم زي الباقي نفس الجزمة. حازم زي فهذا ولد مع على مر السنين ثقافة المجتمع، ثقافة استعمال السيارة الخاصة. صارت السيارة الخاصة حاجة، صار الواحد أو واحدة لما تروح على الجامعة بعدين تشتغل ويوصل مستوى دخلها لمستوى معين تشتري سيارة. فصار إشي متوقع إنه بالمجتمع إن الواحد إذا بده يعيش بعمان بطريقة مريحة بده يتحرك بده يجيب سيارة خاصة، واللي بده يستعمل النقل العام أو يمشي أو يستعمل وسيلة نقل تانية الوضع إنه واضح. خلينا نأخذ النقل العام مثلاً، الواحد عشان يطلع الباص بده يمشي، ما وصل الباص على بيته. لما يطلع يمشي بشوف رصيف يا مكسر يا رصيف عليه شجر، إذا بده يقطع الشارع ما في محل آمن يقطعه، وإذا في جسر مشاة مش هالبيئة المشجعة إن الواحد يطلع ويمشي، كأنه الواحد عم بتسلق جبل مرات. هاي مشكلة كمان للكبار بالسن ولذوي الإعاقات أو بنسرق. وما نفس نظام النقل العام والمركبات فوضوية شوي، نظام مشتت، وإذا واحدة بدها تطلع لحالها بالباص كمان ممكن ما تكون مرتاحة. وهي مشكلة عندنا إحنا نسبة استخدام النساء للنقل العام. وكمان النظام مش مخطط بطريقة صحيحة، ما نما الطرق عندنا نمت مع نمو المدينة، بس نظام النقل العام ظله محله. فنشوف حتى طريقة تصميم خطوط النقل العام مش مثالية، يمكن الواحد يضطر يمشي ياخذ تاكسي يطلع باص يطلع كوستر يطلع بأكثر من مركبة، ولازم يدفع كل مرة، وهذا إشي بشكل عبء كبير على المواطن وعلى جيب المواطن. في أسر عندنا في عائلات تصرف ربع أو ثلث دخلها الشهري
بس على نقل المواصلات، وهذا إشي حجم كبير من الدخل. طب شو يعني بتحكي، شو يعني مدينة صديقة للسيارات؟ يعني بحط صديقة بين قوسين لأنه حتى مش صديقة للسيارات مع زيادة أزمة السير، بس شو يعني إذا ظلينا بنفس هذا النهج وظلينا نتوسع ونسهل حركة السيارات؟ أول إشي التنقل والحركة حق أساسي من حقوق الإنسان، فإحنا إذا عم نسهل بس حركة السيارة كأنه عم نسلب هذا الحق أو عم نصعب الناس لتوصل بهذا الحق. نقول إنه أنت مجبور تجيب سيارة عشان تتحرك بسهولة. الكلفة على المواطن، انسوا كلفة الفاتورة النفطية للأردن وكلفة بناء الطرق والشوارع، الكلفة اللي بتدفعها الحكومة مباشرة. الكلفة على المواطن، كل ما يتحرك عجل السيارة كل كيلومتر بالسيارة بيكلف حوالي 25 قرش من كلفة شراء السيارة لكلفة البنزين الزيوت إلى آخره. النقل العام 2.5. كلفة استعمال السيارة استخدامها اليومي 10 أضعاف كلفة استعمال النقل العام. نظام غير مستدام، زي طبعاً غير مستدام بيئياً، زيادة عدد السيارات بأدي لتلوث، بأدي لزيادة الانبعاثات الغازية، وهذا إشي معروف. بس كمان عملياً بذكروا الماسورة، نقدرش نكبر الماسورة أكثر منها، نقدرش نوسع الشوارع أكثر منها. وحتى هلأ كمان نص سكان عمان تحت سن 25 أو أكثر من نص، وهدول لما يكبروا، وطبعاً في كثير منهم موجودين من هون معنا، لما يكبروا راح يدخلوا سوق العمل وراح تزيد الحاجة للتنقل، راح يزيد عندنا حجم الطلب، وإذا ما عملنا إشي زي ما حكيت راح يصير في حالة اختناق. وطبعاً التأثير على البيئة الحضرية، إذا بدنا نضلنا نكبر نسهل حركة السيارات بنضطر نتوسع للخارج، توسع أفقي لبرا لمناطق تانية ما كنا متوسعين فيها. هذا بده كلفة كبيرة كثير لمد الطرق ولمد البنية التحتية والمياه والجسور. وكمان طبعاً زي ما حكوا زملائي من قبل بيأثر بالبيئة الاجتماعية، بصير في نوع من العزلة إذا كل واحد ضل بسيارته. النقل العام وفضاء عام بيختلطوا فيه الناس، بيخلق فضاءات عامة من خلال محطات من خلال ساحات. شو الحل؟ شو الحل بعمان؟ هل نعمل باص سريع؟ نعمل ترام؟ نعمل مترو؟ نوسع الأرصفة؟ في حلول كثير ممكن نختلف ونتفق عليها، بس في مبادئ أساسية لازم كلنا بظن نتفق عليها عشان نقدر نمشي نحل هاي المشكلة. بدنا أول إشي نظام نقل عام منفصل وسريع. منفصل لازم يكون منفصل عن حركة السير. زي ما حكينا بدنا نستعمل الطرق اللي عندنا بطريقة أمثل، نستعمل الماسورة عندنا بطريقة أمثل. طريق المشروع الباص السريع يمكن من أهم الحلول اللي مش راح تحل المشكلة، ولكن هي بداية لهذا الموضوع. تقنية الباص السريع BRT بتعطي نفس الكفاءة لأنظمة القطارات الخفيفة بس بكلفة أقل بكثير. ممكن بعدين نفكر بأنظمة قطارات ومترو ثابتة باستثمار كبير. ممكن نعطي الحافلات الباصات العادية مش اللي بتمشي بهاي المسارب أولوية على الإشارات. وإحنا عندنا هلا بعمان التقنية موجودة إنه إذا الباص إجا على الإشارة يقدر ياخذ، طبعا مش مشغل، يقدر ياخذ أولوية، ياخذ إشارة خضراء ويمشي. طبعا بدنا نعيد تخطيط هالشبكة اللي عندنا ليصير الواحد ما يضطر يدفع كل مرة ويدفع تعرفة واحدة أو أجرة واحدة للباصات. وعندنا أمثلة بإسطنبول مثلا قريبة لنظام الباص السريع BRT. بيئة صديقة للمشاة هي شغلة أساسية، ما بزبط نظام نقل عام بدون بيئة صديقة للمشاة. عندنا هون أمثلة بشارع الرينبو والوكالات وساحة فيصل وغيرها لمناطق صارت بيئة المشاة فيها، تحسنت بيئة المشاة. بس كمان لما نحكي بيئة صديقة للمشاة مش عم نحكي بس عن الواحد يروح يصف سيارته ويمشي، بس إنه كمان المشي يكون وسيلة تنقل، الواحد يروح مشي على الشغل أو على نشاط ثاني، فيكون عندنا أرصفة عريضة يكون ما فيها عوائق. بيئة صديقة للمشاة يعني كمان يقدر الواحد يعبر الشارع، يقطع الشارع بطريقة آمنة وسليمة، مش لازم يطلع جسر أو نفق. عادي إذا نحط إشارة، مش غلط إنه يحط إشارة وتوقف حركة السير عشان يمر المشاة، حتى هاي منيحة لحركة السير وبتنظم حركة السير أكثر على فكرة. وعندنا أمثلة قريبة منا، يمكن ما عندها مدن ما عندها نظام نقل عام متطور، بس كمان بيئة المشاة فيها أحسن من عندنا مثل بيروت ودمشق. ممكن بعدين نفكر بأساليب ثانية نحسن النقل العام، نحسن المشاة، بس كمان نشجع الناس أنها ما تستعمل سيارتها. في كمان بيروت تجربة ناجحة لتسعير مواقف السيارات، ممكن بعد ما يصير عندنا نظام نقل عام، وهذا إشي ضروري. وبعد ما يصير عندنا هالحلول، أنظمة النقل العام، البدائل، ممكن نعمل شغلات تشجع الناس ما تستعمل سيارات، مثلاً رسوم عبور تولز لمنطقة معينة. وفي مثال بلندن، مدينة لندن، اللي بدخل منطقة وسط لندن خلال اليوم بدخل عند هاي الإشارة السي اللي هي الكونجستشن إشارة جسون، بده يدفع 10 دنانير بسيارته، 11 دينار دولاري كل ما يدخل باليوم.
بلندن مثلا عندهم نظام نقل عام فعال وعندهم هاي السياسات اللي بتشجع الناس ما يستعملوا سياراتهم، النتيجه واضحه عندهم. 3 ملايين شخص بدخلوا على وسط لندن الصبح، منهم 90% بدخلوا بوسائط النقل العام. ايش النسب بالمدن الثانيه القريبه علينا؟ القاهره 74%، الجزائر 65%، الدار البيضاء بالمغرب 50%، تونس 40%. قديش تتوقعوا بعمان؟ 10-13%. قريب نسبة قليلة كثير بالنسبة للمدن المشابهة. طبعا موزعة بين وسائط النقل الباص والكوستر والسيرفيس اللي وسائط النقل الموجودة. يعني الشمال لا بالنص. شو ممكن نعمل اليوم؟ هاي كلها مشاريع نحكي باص سريع ونحكي تحسين أرصفة، كلها بدها استثمار وبدها إرادة سياسية وبدها مصاري. شو ممكن احنا هلا نعمل اليوم؟ نجرب خلينا احنا نستعمل وسائط نقل بديله، مع انه مش احسن نظام نقل عام عندنا ولا احسن ارصفه، بس نجرب اذا لما نقدر نمشي او نستعمل الباص او نستعمل النقل العام، نجرب احنا كمبادره منا نستعمل النقل العام. بدنا نبني ثقافه النقل الجماعي، احنا بمدينه عم بوصل عدد سكانها ل 3 مليون. لازم نتعود انه مش شرط يكون الواحد دائما لحاله بسيارته بتنقل، لازم نبني الثقافه، ثقافه النقل الجماعي، تطلعوا حواليك مين في حدا بسكن جنبكم، بيشتغل جنبكم. اشتغلوا نفس المحل، ممكن تشاركوا مع بعض، تطلعوا بنفس السيارة. نغير سلوكياتنا على الطريق. لازم نعرف انه احنا مش سائق السيارة، لازم يعرف انه هو مش المستخدم الوحيد بالطريق. احنا مش على هايوي، احنا داخل مدينة. في عنا مشاة، في عنا نقل عام، في عنا شغلات تانية بتتفاعل. فلازم نستخدم الطريق، سائق السيارة، المشاة يتبعوا القوانين، سائقي السيارات مستخدمين النقل العام. ممكن كمان غير المبادرات الفردية، مبادرات على مستوى مؤسسات وشركات ممكن تلعب دور كبير. مؤسسات والشركات الكبيرة اللي عندها عدد كبير من الموظفين، إذا أمنت مواصلات لإلهم، إذا أعطت حافز للناس اللي بتشاركوا بنفس السيارة اللي يجوا على الشغل، هاي كلها ممكن تأثر. بدي أترككم بهالإحصائيتين. زي ما حكينا بعمان 165 سيارة لكل 1000 واحد ملكية السيارة، بلندن 331، ضعف عدد السيارات. استخدام السيارات، إذا نطلع على استخدام النقل العام كمقياس استخدام السيارات، 13% حكينا بعمان، بلندن فرجيتكم 90% في الفترة الصباحية بيستعملوا النقل العام، وهي شغلة أساسية. عندهم سيارات أكثر بس بيستعملوا النقل العام أكثر، هون لازم نميز امتلاك السيارات. الدول المتقدمة اللي الناس عندها مصاري أكثر تمتلك سيارات أكثر، هذا شيء طبيعي، هاي حرية تنقل مش شيء غلط. بس مدى استخدامنا للسيارة هو اللي بيختلف من محل لمحل. وأنا هذا بالنسبة لي هو مقياس النجاح. مقياس النجاح ممكن تحكوا شو يعني، نرفع 13% ل 30 40 50%، كل مدينة بتختلف بطبيعتها وممكن نوصل لرقم معين. بس مقياس النجاح بالنسبة لي إنه يصير النقل العام خيار، يصير اللي عنده سيارة يطلع من البيت يترك سيارته بالبيت ويقول أنا بدي استعمل الباص لأنه الباص أريح لي وأرخص لي وبوصلني أسرع على الشغل. ويمكن هذا اللي كان قصده عمدة ورئيس بلدية بوغوتا بكولومبيا، حكى إنه التقدم والدول المتقدمة هي مش اللي بيمتلك فيها الفقراء سيارات بس هي اللي بيستعمل فيها الاغنياء النقل العام. الطريق قدامنا طويل وصعب بس مش مستحيل، ومعنا خيار تاني.